عايز يعمل برنامج بيعمله ممكن يعمله على اي يعني حتى الاوردر دي. بس طبعا الفكره بقى ان هم ايه اوتوماتيك هيكمل مع بقيه الايه الناس بتوعه بقى على ايه على ثانيه كتير. احنا ابتدينا بلوش كويس. طبعا احنا خدنا خلفيه عن ايه الجنرال برنسبلز او ايه المبادئ الرئيسيه ان احنا نعمل برنامج. تاني حاجه ان احنا هنتكلم هنا بقى دلوقتي عن البرنامج المخصوص بتاعنا عملناه ازاي وغير كده وكده ان احنا طبعا هنشوف ازاي ان احنا هنطبقنا المبادئ اللي ايه بتاعه العامه دي على البرنامج المخصوص. كويس دي الخطه العامه اللي مش عليها زي ما الدكتور نفت شرح لنا اول خطوتين ان احنا بنعمل ديفلوبمنت الاول بنحضر البرنامج بنحط الخطه على الارض بنبتدي ان احنا ايه نجهز الديزاين ده نطبق. وطول ما احنا بنطبق بنعمل معايره وبعد ما نخلص بنعمل معاينين بقى بنعمل معايره تاني نفس السلايدز بتاعته بس هنشرحها ان هو مثلا الايدج اللي احنا بنختاره. احنا بالنسبه لنا مثلا ان الشغل اللي اشتغلناه على الكمبيوتر خدنا الناس من كل الاعمار من اول سنه 18 وطالع تمام. اقترحنا ان يكون الناس دول مثلا يقدروا يتحركوا. ما ينفعش مثلا واحد ما بيقدرش يتحرك عشان ده لازم هيجي في مكان نجمع فيه وندي السيشنز بتاعتنا. ده لازم يكون قادر على الحركه. مش مهم يكون عنده امراض جسديه مش مهم ان يكون عنده امراض نفسيه بس اهم حاجه قادر على الحركه. كويس اي كير جيفر قادر على الحركه. الستس بتاعنا كل ده اي حد راجل رجاله او ستات ولو ان ليه نسبه ستات اكتر. اوكي فطبعا يعني كان حوالي يعني ايه تقريبا يعني 50 كير. اللوكيشن نوعنا لكن في ناس بتحب تشتغل برضه حاجات سبيسيفيك قوي. يعني احنا عندنا في مصر في اسكندريه بالذات في جنبنا محافظات فيها فلاحين هم الناس القرويين. في جنبنا محافظات فيها ناس بدو اسكندريه نفسها محافظه حضريه. فاحنا اشتغلنا طبعا على كل الفئات اللي هم الريفيين والحضريين والبدو. وطبعا يعني طبعا احسن احنا بنفصل بقى ايه نتائج كل دول لان طبعا كل البرنامج الواحد ده بيدي نتائج مختلفه على كل الناس. الافضل طبعا لو ان ايه كل واحد يشتغل على فئه معينه عشان يشوف البرنامج بتاعه هينفع على دول ولا لا. طبعا الريفيبيليتي اهم حاجه ان احنا زي ما الدكتور نفع شرح لنا اهم حاجه بيكون الشغل بتاعنا قائم على الدليل. اعلى حاجه في الدليل دلوقتي في الطب القائم على الدليل حاجه اسمها سيستماتيك ريفيو. سيستماتيك ريفيو دي بتاخد مجموعات من الراندمايز كنترول ستاديز او اللي هو الستاديز اللي بتتعمل ان احنا بنجيب ناس عشوائيين من المرضى ومجموعه عشوائيين من الناس اللي هم السلام ونعمل نطبق عليهم نفس البرنامج او العلاج او ايا كان وبعد كده نقيس نشوف الاختلاف هنا على الاختلاف هنا. كل بقى مجموعات من الار سي تي دي بتتجمع في حاجه واحده علشان نشوف اصلا ممكن مثلا نقول والله ان البرنامج اللي احنا عملناه ده بيؤدي نتيجه. حضرتك تطبقيه في السعوديه يقول لا والله ما فيش نتيجه، الناس تانية تطبقه في الجزائر يقول لك لا والله ده النتيجه، هو بيبدا ما بيجيش. احنا بقى بنجمع بنوع معين من الايه؟ من الابحاث والاحصاء، كل الكلام ده في حته واحده ونشوف هو بيدي ولا ما بيديش. تمام؟ لان طبعا الار سي تي احيانا طلع نتائج متضاربه فعشان كده احنا لازم نوفرهم كلهم وايه ده اعلى حاجه. في بقى حاجات اقل بس احنا بنتكلم على اعلى. احنا البرنامج اللي عملناه ده ار سي تي لسه مفيش سيستماتيك ريفيوز في العالم في الحته دي. قبل ما اعمل البرنامج كنت دخلت على الباب نت وكتبت انتي ستيتمنت منتال تمام بس كلمتين دول طلع لي اربع بس. في اربع بس في العالم. دي شنو هي طلع بس منتال انا عشان هيك لا فيها مشاكل حتى ما لقيتش الكتب في هذا المجال. لا الكتب برضه في كتاب كويس جدا السنه اللي فاتت اسمه ستيت مان اند ستوري. ده بيجمع الابحاث اللي اتعملت في كل دول العالم على ايه على ازاي. من الكاتب؟ لا ده من مجموعه من الكتاب ناس جايه من استراليا وناس جايه من الامارات. كويس؟ فا يبقى الريفيو مهم جدا البرنامج اللي انا هعمله ده هياخد من ايه؟ والناس اللي طبقته ونفع معاها ولا ما نفعش؟ برضه يستحسن واحد يعني لو في حته ما فيهاش خالص طبعا كان قال. لكن لو في حته فيها ناس عملت شغل يبقى ونطالب حتى شغلنا ونشوف الفاريشن طبعا عشان نحدد المشكله بتاعتنا دي. هل الموضوع الستيجما ده موجود ولا مش موجود؟ طب لو موجود بيزيد ولا بيقل ولا عامل ازاي؟ لازم نشوف لو الموضوع بتاعنا ده بيزيد وفي نفس الوقت في زي ما اتفقنا في فئات متنوعه ونسبه الزياده مختلفه يبقى الموضوع بتاعنا ده مهم ومحتاجين ان احنا نبتدي ان احنا نشتغل فيه اولى من موضوعات ثانيه زي ما اتفقنا. يعني مثلا في بعض الفئات ممكن نلاقي مثلا عندنا في مصر للاسف الاطباء عندهم مشكله مع العاملين يعني مش
العاملين اكتر عندهم وصمه شديده جدا من المرض النفسي. اي واحد يروح لواحد بيسموه مثلا بتاع بطن يقول له انا عندي بتاع مرض حاجه سايكوسوماتيك يعني, يقول له انت عندك مشكله نفسيه اللي هو بيوصل للمريض اللي بتستهبل تمام. فطبعا الفكره وايه, واحيانا يقعد يعمل معاه كل الفحوصات وكل الاشعاعات وبعدين في الاخر لما ما يعرفش يقول له انت عندك مشكله نفسيه. فالمريض يحس انه متهزر يعني فيروس العيان ان انا ايه يعني انت مش عارف عليك ايه, طب اروح لدكتور غيرك لكن ما تقوليش انا عندي مشكله نفسيه مش مجنون. كويس. فطبعا المشكله ان احنا الفئه بتاعت الاطباء نفسها محتاجه شغل, بس طبعا ان انا ابتدي شغل على الاطباء ده نفسه مش حاجه سهله يعني. انا اسهل ان اشتغل على الكير جيفر ده تريند موجود للفاريبيليتي وفي تريند عالي عند الاطباء, بس انا مش سهل ان اشتغل عليه. اوكي. طبعا البرد زي ما الدكتور مدحت قال لنا ان هو الموربيديتي او ايه المشاكل اللي بتحصل واحنا عايش, المورتاليتي الاصابات بالوفيات هما الاثنين بيتجمعوا ويعملوا لنا الايه ديسابيلتي ادجستد لايف يير. فالفكره ان احنا برضه الاستيجما بتسبب طبعا موربيديتي لانها بتمنع الناس من انهم يوصلوا للخدمه, بتسبب مورتاليتي لان احيانا هي بتتحول للانتحار. ففي الاخر الموضوع ده طبعا عامل بيعمل مشاكل. كويس. طيب البرنامج اللي احنا هنطبقه لازم نشوف زي ما الدكتور مدحت قال لنا دلوقتي نفس السلايد, قال لنا الفلوس معانا فلوس قد ايه. ما هو ما ينفعش برضه ان انا ابقى عايز مثلا برنامج محتاج بقى ايه بتاع ده يتعمل في كذا حته وكذا مكان وفلوس كتير وانا طالع لوحدي يعني. تمام. او لو في نفس الوقت انا شغال في الدوله والدوله مدياني فلوس وقالت لي خش انزل اعمل برنامج, طبعا السكيل بقى اللي انا او الشغل اللي انا هشتغله هيختلف عن ان انا شغال لوحدي. فهي الفكره ان الفلوس اللي معايا متوفره قد ايه, وبالتالي انا لازم انقي حاجه تكون يعني مضمونه من برامج قبل كده انها لما اتعملت تدي النتيجه, وفي نفس الوقت انها هتدي على لما اتعملت كانت الفلوس اللي بتتصرف في محلها. كويس. لان الفكره ان في مثلا حاجات اتجربت في دول ثانيه وسبب فشلها. كويس. مثلا برضه مثلا في كندا كان في تجارب اتعملت في الستينات على ان احنا لازم ناكد ان الامراض النفسيه دي لها اساس بيولوجي, ان ده مشكله كيمياء المخ والكلام ده كله, وقعدوا يزنوا على الناس ويعملوا مؤتمرات ويعملوا بتاع لدرجه الناس في الاخر قالوا لهم ما تجوش, ومحافظ المكان العمده قال لهم يا جماعه الناس زهقت منكم ما تجوش الكلام ده تاني كفايه. كويس. فالفكره ان ده ان احنا ندي توعيه, بس ما ينفعش بقى ان انا اتك قوي على حته البيولوجيكال دي سبب فشلها قبل كده. ما فيش بقى ما فيش انا اخترعها واقول طب انا حتى هعمل بقى ايه هعمل البيولوجيكال بس هتنجح المره دي. ليه؟ قبل كده اثبت فشلها وصار الناس صرفت وعملت كل حاجه وما ادتش نتيجه. فبرضه تاني لازم اتاكد ان الحاجه اللي انا عاملها دي حاجه انا معايا فلوس ليها, وفي نفس الوقت حاجه ثابت ان هي ينفع ايه في الدنيا. وبرضه الناس تتقبلها زي ما اتفقنا طول ما احنا والناس يكونوا محتاجين الموضوع ده اصلا, وفي نفس الوقت يكون مناسب بالنسبه للبيئه اللي انا هشتغل. طبعا برضه يستحسن الحاجه دي تكون يعني ايه ليها امباكت سواء كان على الانديفيدوال او على الفاميلي او على الكوميونتي او على الهيلث كير سيستم زي ما اتفقنا ان احيانا الاطباء هم بيقوموا المشكله. وبنحدد زي ما قلنا في الامبورتنس ونبتدي بقى في ايه في ان احنا نحدد الخطه اللي هنشتغل عليها. نكمل بقى من الاول هنا ان احنا هنبتدي دلوقتي البروجرام بتاعنا لازم يكون الاوبجيكتيف بتاعه ايه, اوبجيكتيف عام وفي بتاع اوبجيكتيف مخصوصه طبعا على اساس ان احنا هنشتغل. اللي زي ما قلت لك قبل المره دي سكندري المرض كان جه, تيرشري المرض جه واشتغل وانا بحاول بس اعمله عليه تاهيل زي المؤتمر بتاعنا ده عن اعاده التاهيل ده تيرشري ده. في مسمى ده مسميات قديمه او متعارف عليها واحنا درسناها واحنا يعني في الكليه, بعد كده ظهرت دلوقتي تسميات جديده حاجه اسمها يونيفرسال للناس كلها تمام, وانديكيتد للفئات اللي عندها ريسك فاكتور اللي انا عارف ان ممكن الناس دول بالذات عندهم مشكله وممكن يديفلوب ازمه, وسيلكتيف للناس بقى اللي هم ابتدوا فعلا في الازمه. كويس. يعني مثلا ناس عندهم ريسك فاكتور ممكن يجيله سكيزوفرينيا ده هشتغل عليه سيلكتيف, لكن واحد ابتدى في الاول في ايه فعلا ابتدى يجيله سكيزوفرينيا في الاول لا يبقى انا هشتغل انديكيتيف لازم اشتغل عليه. اوكي. الاستراتيجيه اللي بتشتغل بيها ممكن تكون حاجات متنوعه جدا, ممكن اكون اويرنس مجرد ان انا اعرف الناس ممكن يكون ان انا هعلمهم كويس او هدربهم على الموضوع, وبس كون ان انا حتى اعرفهم بس اقول لهم سلام عليكم بقى يعني في حاجه اسمها ستيجما وفي حاجه اسمها منتال هيلث وفي حاجه اسمها الناس زي ما الدكتور مدحت شرحها ده برضه كفايه. اوكي. مش لازم يعني ان انا اتعلمهم حاجه, لان احيانا الناس بتكون مش متقبلين, ممكن يبقى برنامج اولي ادي اويرنس برنامج بعد كده تاني ادي انفيتيشن. غير كده وكده ممكن احيانا لو دوله كبيره مثلا ايطاليا عندها برنامج انفيرمنتال سبورت جربت سبورت انها عملت بيوت وعملت اشغال للناس اللي عندهم سكيزوفرينيا علشان تدمجهم في المجتمع وتقلل وصمه الامراض. شغل بقى فلوس ومش
انفايرمنتال سبورت عمل دعم للناس دول في البيئه بتاعتهم. او ان احنا ممكن نعمل برنامج بس برضه هي دول ثانيه كده ان احنا نعمل برنامج عشان الناس السياسيين او الناس اللي مسؤولين عن انهم يعملوا صناع قرار ان انا اقول لهم والله يا جماعه في عندنا مشكله اسمها الاستجما، في عندنا مشكله اسمها المنتال هيلث، احنا محتاجين ان انتوا تغيروا من القوانين ومن من البيئه بتاعتنا علشان نقابل الناس دول وتحطوا الكلام ده في اولوياتنا. ده اسمه الادفوكسي او البوليسي ديفلوبمنت. تمام؟ بس ده برضه محتاج ناحيه يا جماعه الضغط وحاجات زي ده. دكتور مدحت علمنا انا دلوقتي خلاص عملت البرنامج، عملت ديفلوبمنت، عملت بلان، الديزاين بقى بتاعه ان انا هبتدي اقول بقى دلوقتي جوجل دوبر وير دوبر. تمام؟ وات هبتدي بيها؟ ايه اول حاجه، ايه هي المهمه اللي انا عايز اعملها؟ كويس؟ مثلا ان انا هدي اول حاجه هجيب الناس واقعدهم واديهم سيشن عن اول سيشن مثلا عن الاستجما وعن المنتال ديزيز ان جنرال. يبقى دوت ايه هي ايه هي المهمه؟ مين اللي هيعمل؟ الحاله بتاعتنا مثلا انا اللي عملت الموضوع ده. تمام؟ جبت انا سايكاتريست، جبت الناس دول وشرحت لهم. تمام؟ انا اللي عملت الموضوع. في مثلا السيشن الثانيه لا انا جبت معايا واحد بس ما حضرش معايا كل السيشنز يعني، جبت معايا واحده سوري كانت هي ممرضه وام المريض سكوفرينيا فكانت بتساعدني في انها تحكي تجربتها. فدي هو مين اللي انا عملت شويه؟ انا عملت شويه وده مهم الكونتاكت ان هو هنشتغل عليه يشوف حاله شبهه. وما ينفعش الحاله دي حتى بيقدرك في الكتب ما ينفعش الحاله دي تكون حاله ناجحه جدا والا هيحس يا عم الكلام ده انا مش قادر. تمام؟ ليه؟ لازم تكون حاله قريبه شويه ونجاحها متواضع شويه عشان يحس ان انا ممكن اعمل كده، انا ممكن ابقى زي كده. اوكي؟ تو هو انا حد الكلام ده مين؟ ده احنا قلناها في الايه؟ في الفئه المستهدفه. سيتنج فين الكلام ده؟ اعمله فين؟ المستشفى ممكن تكون مكان لو مجهزه، لو مش ممكن مكان يبقى ممكن نادي، ممكن مكان تجمع، انا معايا اهليه، اي مكان يكون مناسب بس برضه يكون سهل الوصول ليه. ويكون طبعا المحافظه السريه علشان الناس تقدر ما تحسش ان يعني ايه برضه ايه ما ممكن ينكشف ان هو انت بتحضر كذا 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 عشان هيتعرف في الاخر يبقى اعرف الديوريشن بتاعي. انا والله البرامج اللي بتتعمل على حسب، ممكن في برامج في سيشن واحده، في برامج زي بتاعنا في ثلاث سيشن زي برنامج اتعمل في امريكا للجماعه الصينيين. تمام؟ وده اللي احنا اشتغلنا عليه اللي قلنا الايه السبيس بتاعنا ار سي اي وطبقت راجعه واحنا عملنا شغل. في ناس بتشتغل على برنامج ثمان مرات، في ناس بتشتغل على برنامج مثلا كذا شهر وتسيبهم شويه وترجع تقول بعد ست شهور او بعد سنه. فعلى حق ده اللي بيحدد لنا هل ده شورت او ميديم او لونج تيرم. ده مهم ان انا احدد برضه البرنامج بتاعي. وطبعا زي ما الدكتور احمد برضه علمنا الافضل ان انا ما اعملش كده هيت اند ران واجري وخلاص. لا الافضل ان انا اتابع كل فتره يعني كل شويه كده اكون الناس دول انا معاهم. بس حضرتك حتى في الديوريشن دكتور احمد احنا اخذنا المناقشه سوا ولقينا برامج كتيره عامل وان سيشن. زي ما كنا بنقول لو هنفصل لنا كمصر مش هيستوعب الناس، فيعني توافقنا احنا الاثنين في الراي قلنا لا طب احنا عملنا ثلاثه مش كده؟ ثلاثه سيشنز. بيتهيألي يعني دي حقيقي من الحاجات اللي نجحت البرنامج. لو عملنا زي الجماعه الخواجات دول ثلاث ارباع الميث والفاكس يمكن عنده هو مستوعبها وبيقرا وبيروح على النت، لكن الناس بتوعنا ما كانوا ليه بيجي. بالظبط. فدي خلنا نقول نفصل البرنامج لنا. انت برضه ممكن نفس البرنامج ده مع بعض الموديفيكيشن لان الكالتشر برضه مش مختلفه قوي فنقدر نطبقه. طبعا. واخد بال حضرتك؟ مع التغيير البسيط ده. واخيرا طبعا هنحط الكلام ده ازاي في فلوس وقت دفع؟ طبعا لازم نتاكد من والله؟ اه انا الكابتن اه فعلا العقد ده من الوقت. كواليتي اشورنس لازم نتاكد طبعا. لسه اليو بي اتش دي معلش مش خاص. بس المفروض يبقى سبونسر. المفروض سبونسر. هي المفروض الميديكال هذا ريبريزنت ميديكال. عايز سبونسر هو نفسه يبقى ديزيتال. صح صح. طبعا اهم حاجه كواليتي اشورنس بتاعي اتاكد ان هو الكلام ده يعني طبعا متماشي مع حقوق الانسان وان انا ما يعني مش عامل بقى حاجه مثلا دكتور روما او هند او حاجه زي دي. اتاكد ان انا مثلا عملت فعلا تغييرات في النولج اوف هيومن بيهيفير ان مثلا اتاكد ان انا السيرفيس بتاعتي ابتدى يحصل لها يوتيلايزيشن استعمله السيرفيسز. اتاكد ان برضه ما فيش فاليوز معينه في النحو من الوصول للمكان بتاعي مثلا ما عملتش سيشن 19 بالليل اقول للناس ما فيش ليه؟ تمام؟ البرنامج فشل
كده وكده ان الهدف بتاعها زي ما قلنا ان انا احسن نفسي اول باول او احسن نفسي لو هعيد البرنامج ده في موقع ده. غير كده وكده الفاينل اسيسمنت ده اللي هو النهائي بنعمل زي تقييم نهائي ده بيبقى تقييم لكل الحاجات اللي تعمل سواء كانت انتندد او انتندد يعني انا بشوف كل دي النتائج اللي طبعا في نتائج انا متوسطها الاوبجكت زي ما اتفقنا على الهدف الرئيسي ولا ايه والاهداف اللي تتبعه لكن في حاجات ممكن تكون اتغيرت فوق البيعة كده انا ما اعرفهاش وممكن تفيدني بعد كده ان انا يعني برضه زي ما اتفقنا ممكن البرنامج بتاعي بيعمل كذا وكذا وكذا ودي ممكن تكون حاجه ما كانتش مقصوده تمام وممكن تكون الحاجه اللي ما كانتش مقصوده كانت مصيبه برضه ان انا مثلا نفعتهم في حاجه بس ضررتهم في حاجه ثانيه فبرضه مهم ان انا اعرف البيع كلها كانت ايه كويس وده عن طريق برضه الاستبيانات واحيانا بتبقى بيفضلوا ان الاستبيانات تبقى مباشره بس طبعا مش كل الاوقات بنقدر نعمل حكايه دي ان الواحد يقعد مع العيان ياخد كويس مش مع العين مع اللي هو اللي حضر يعني البرنامج ويقرا الكتاب بتاعنا ويتكتب الفيدباك بتاعه اوكي واحد واحد حتى بيعملوها دايما في المؤتمرات او حاجه انه في الاخر تكتب بتاعه اللي يكتب لو في حاجه انا مش سالك فيها اكتب لي الفيدباك كويس وطبعا ليها برضه اوتبوت انديكيتور ده احنا هنتكلم فيها الهدف ايه؟ الهدف ان احنا طبعا نثبت ان البرنامج ده كان بيعمل لنا بروف افكتفنس وبعد ما بروف افكتفنس هعمل ايه؟ هتيجي في البروموشن ان انا بعد كده اعمل دعايه للبرنامج بتاعي ده والله البرنامج بتاعي ده عمل نتيجه مثلا 80% 90% كل ده مطلوب بقى بعد الفاينل اسيسمنت ان انا هبتدي اعمل فند ريزنج البرنامج بتاعي ده غير في البيئه دي طب هبتدي بقى اروح اشوف بقى رجال الاعمال واشوف مش عارف الهيئات والكلام ده كله والله طب ما البرنامج ده بيعمل اهو تمام هتقول ده فلوس عشان نعمل برامج اكبر او في اماكن اكتر تمام ان انا ابتدي ان انا اجيب بارتنرز يشتغلوا معايا اروح للشركات اروح مش عارف ايه ابتدي اقول لهم والله البرنامج بتاعي ده هيعمل معايا دعايه وانا خدت فلوس فما تحطوا اعلاناتكم معايا نبتدي بقى ان احنا ايه نجيب بارتنرز يشتغلوا تمام هيئات من دول ثانيه هكذا غير كده وكده ان انا ممكن بعد كده استغل ده في ان ده يغير السياسات بتاعت الدوله يا جماعه والله احنا كان عندنا مشكله ما كانش حد حاسس بيها انا عملت لها برنامج نجح طب ما ده محتاج بقى نغير في سياساتنا شويه تمام فكل اللي احنا بنعمله ده في الاخر هيدينا ان احنا ممكن بقى في الاخر نوسع البرنامج يفيد فئات اكتر في نفس الوقت نجيب ناس تساعد كويس الفكره برضه ان البرنامج لازم يكون وقته صغير يفضل طبعا علشان كل ما البرنامج يموت كل ما الناس تروح كويس فاحنا عشان كده فضلنا نحط حاجه وسط لا هي مره واحده ولا هي طبعا 8 ولا 10 مرات كويس كل ما كان اقصر كل ما كان اقصر كل ما كان نقسم برضه الفئات اصغر او العينه اللي بنشتغل عليها تكون اقل كل ما نسهل الانتراكشن بيننا وبينهم وان احنا نتاكد ان هم فهموا وتعلموا وفعلا انا بقدر اتابعهم انما كل ما نكون بنشتغل على 100 نفر 200 نفر في المره برضه ممكن يكون في ناس قاعده قدامنا ولا حد قاعد وعاملين بقى الموبايل وبص يعني كويس برضه زي ما اتفقنا الجول ستراتيجي لازم تكون سبيسيفيك وكلير واضحه ومحدده الاستراتيجي اللي بنشتغل بيها اللي هي الاوبجيكتيف والسب اوبجيكتيف لازم تكون برضه متحدده من الاول وما نبقاش ايه يعني كاتبين كلام عام كده ومايع عن غير الاستيجما غير ازاي اعمل الكلام اقول كلام يعني احط نقط تمام لازم تكون من الاهداف المحدده واهداف رئيسيه زي ما قلنا جنرال واهداف فرعيه سبيسيفيك تمام التايم فريم لازم يكون واضح زي ما اتفقنا عشان برضه الناس تقول لهم هتختاروا ثلاث مرات يا جماعه مره يوم كذا مره يوم كذا مره يوم كذا تمام البرنامج هيبتدي بعد شهر مرحله شويه كده عشان نقول لهم مثلا ان ايه انا مش هبتدي بكره عشان برضه تقول لك انا نفسي احضر بس انا مسافر انا نفسي احضر بس انا ابني عنده امتحانات اختار وقت يكون مناسب نبعد شويه وندي للناس الفرصه ان هم يحضروا معانا كويس الانديكيتورز طبعا لازم تكون واضحه من الاول وزي ما اتفقنا متعرفه وجاهزه على التطبيق والورق جاهز معانا وكله عشان ايه برضه ما نتفاجئش احنا عايزين نعمل شغل بس شايفين نيسو ازاي عملنا تغيير بس مش عارفين هو التغيير ده بنسبه ايه لان في الاخر كله لازم يتم بالارقام كويس طبعا الميجور اكتيفيتيز لازم تتحدد وزي ما قلنا جوجل دوت ويرن وين كويس كل ده زي التشيك ليست بيحطوها عشان الواحد ايه كل حاجه بتقول يعمل صح عشان يتاكد ان انا ماشي صح كويس لو اي برنامج انا هعمله لازم اعمل ايه الكلام ده كله طب حالتنا طبعا محددين طبعا كل ايه الكلام ده من الكلام اللي احنا قلناه والفلوس اللي معانا والريسورس زي ما قلنا والايفيدنس بيست ابروتش هي ايه اللي احنا هنشتغل بيها واخيرا المونيتورنج والايفالويشن هيتكلموا فيه ازاي يجي بقى البرنامج طبعا دكتور احنا شرحنا لنا كلام عن الديفينيشن والكلاسيفيكيشن والايديولوجي والجرافيكس والبرنامج انا حابب بس معلش احنا بس لسبب تكنيكال كده ما طلعتش فانا شفت السلايد البريفرنس بالنسبه اللي عندنا اللي احنا كنا بنقيسه بتاع النظاره الفكره ان احنا الكوشنير اللي احنا كنا بنقيس بيه كان اسمه ديفالويشن وديسكريبشن
او 60 ده اللي عنده سكيل. دول تقريبا اجمالي النسبه بتاعتهم كانت حوالي 42%. كويس نسبه الاجمالي بتاع الايه الجامعه دي. كويس تعرف كده بقى كان فين كده بالظبط؟ بس معلش كده حصل ماشي مع بلغاريا واسبانيا فطبعا الكوره يعني 40% من الناس بتعاني من الاستجما من اهالي المرضى دي شويه تمام. يجوز طبعا يكون في بايس في العينه بتاعتنا يعني في مشكله مثلا في العينه بتاعتنا خدناها او في الماضي ما حدوش يتكلموا بصراحه ممكن يكون في اي حاجه مشكله. الكويشنير بالنسبه لبعضهم بعضهم كان محتاج الكود بنقراه الواحدة اللي بنعلم بعضهم كان بيقرا ولا فالفكره انه كان ايه كان يعني ممكن يكون الماضي بنسبه اكتر. طيب البروجرام اشتغلناه كان سيشنز مرة في الأسبوع يعني كده ثلاثة أسابيع. كان هو نظرية أساسية بس هو أحيانا طبعا كان الموضوع يفتح الكلام كويس. فطبعا دي مشكلة شوية لو واحد هيأجر قاعة أو حاجة لازم يكون ملتزم شوية بالموضوع يعرف إن هو يظبطها على 60 دقيقة حتى لو الناس عايزة حاجة يبقى عن طريق بقى التواصل واتساب أو حاجة زي كده. الكونسيبت طبعا الناس تشتري ده كان مهم جدا أنا بعرف عليه تمام. بعد يعني بعد ما عملنا يعني كنا جايبين عينة نشوف والله الناس اللي عندها ممكن تبقى معانا بنقول لهم والله ده عايز يشتري بالاول في العينه اللي هو نعمله نديله المقياس. كان المطلوب مني عشان الاحصاء كان 310 بالظبط 310 فرد يشتركوا في العينه المبدئيه. من العينه المبدئيه دول زي ما قلنا طلعنا حوالي 40%. احنا كان المطلوب مننا الشغل نشتغل على 60 واحد تمام. فالاحصاء يعني اللي اتعمل بناء على الاحصاء فال 60 واحد دول اتقسموا على مجموعات وابتدينا نعمل معاهم الشغل. هقول حته زياده في الرقم لان احنا تعبنا شويه. هو ايه حكايه 60 ولا ناخد 50 ولا ناخد 30 وايه راينا؟ هو دكتور احمد احنا عندنا قسم احصاء فبيدينا الرقم بنسميه المينيمم ريكوايرد سامبل لو اشتغلنا قال لا ما يقدرش يعمل البرنامج. واخد بال حضرتك؟ فبيقول له تشتغل اقل حاجه 50 او 60. لو اشتغل على كده وطلع له ريزلتس سواء نيجاتيف او بوزيتيف يقدر يقول بارتياح كذا وانتوا تاخدوا الشغل وتشتغلوا عليه. عشان كده الحقيقه الحته دي انا يعني خساره كويس جدا ويعني عمل الحقيقه مجهود زياده قوي وخد المينيمم ريكوايرد سامبل ويمكن زياده حته بسيطه عليه عشان لما تطلع النتائج ما تبقاش عامله زي البايلوت. انا رحت عملت حته كده وكلمتين وبعد ثلاث سنين تعب ما اقدرش نعمل. لا هيقدر يعمل النتائج لانه بيزد اون بروبر ستاتستيكال كالكوليشنز. السيرش ثلاث سنوات؟ عم تعمل لا ده كله ده اقل يعني لان في قبل كده في نظري والحاجات دي في امتحان. لا بس هو امتحان نجح خلاص يعني في امتحان فاضل بس رساله بتاع يعني ان شاء الله كمان شهرين ثلاثه كبير ولا فالفكره ان احنا عندنا طبعا ثلاثه كانوا بارتيسن 700 او الناس اللي اشتركوا وحددناهم هم ايه الناس اللي بال الكوشنير اللي احنا عملناه اللي هي على طول مودريت او سيفيرستنج ما هم دول اشتركوا الاول كويس. غير كده وكده عملنا ايه بعد كده؟ الناس اللي احنا قلنا ان هم 60 واحد اللي احنا عايزينهم اسنانهم ثلاث حاجات حاجه اسمها نولج اتيتيود وحاجه اسمها بيهيفير او بيسموها الكاب كي اي بي تمام. النولج هي معلوماتهم عن المرضى النفسي عامه ده بالمقياس اسمه الماكس خلاص هنعرضه بكره. والاميك ده الاتيتيود كويس للمنتال انس كويشنير اتيتيود للمنتال انس كويشنير. واخر حاجه ديبس او ده مقياس للبيهيفير او السلوكيات في تعامله مع ايه. طبعا اهم حاجه في قياس البيهيفير ان انا اشوفه هو بيتعامل ازاي اوبزرفيشن بس انا اعملها ازاي مش هقعد مع الناس واحد واحد اروح اشوف هو بيتعامل مع الناس هو ريدي يتجوز بنته لحد عنده مش عارف ايه ده الفرح لازم اعوضه عمر كله. فطبعا دي اتعمل بكوشنير. الكوشنير دي نفسها اتفضلت في برنامج كان معمول في انجلترا على مستوى الدوله كويس. فاحنا اخذناهم برضه حاجات متعارف عليها واغلب الابحاث اشتغلت فلسطين اشتغلت بدون فاحنا زي ما اتفقنا عرضناهم واشتغلنا عليها. طب هو ايه الفرق ما بين الاتيتيود والبيهيفير؟ الاتيتيود دي بتبقى حاجه جوايا لكن البيهيفير انا بتصرف معاك ازاي؟ انت بتشوفي على البني ادم ايه؟ تصرفاته وسلوكياته. لكن الاتيتيود ده لما تيجي تتكلمي معاه تعرفيه. توجهه. زي السجاير كده. واخد بالك؟ اتيتيود لا يعني انا عندي نيجاتيف اتيتيود هي فعلا بتموت ووحشه وبتاع لكن بدخن. فممكن انت تغيري لي النولج وتغيري لي الاتيتيود لكن البيهيفير زي ما هو. واخد بالك؟ انا ما بحبش اسقط بس انا ما بذاكرش.
طب يا عم روح ذاكر عشان تنجح. لا بنبتدي ان احنا نقول بقى الرولز بتاعت البرنامج، هو ده برنامج ولازم يبقى له قواعد، تمام؟ ان احنا طبعا بنقول
برضه